قرية بن حويوة المنسية إحدى قلاع الثورة التحريرية تعاني، والوصول إليها ليس بالأمر السهل. خلوا ولادهم خلوا ديارهم هنايا وراحوا كراو في الفيلاجات على أساس أن ما كانش لا نقل لا طريق لا كهرباء لا ما لا والو. أرض فلاحية، أرض رعوية، أرض رعوية من 1962 ما كان حتى مسؤول جا هنايا شاف. ما قال ما شفناهاش الكهرباء، أموالها كما قال لي هاجر هاجر واللي راح راح، وبقاو فيها غير يعني اللي عندهم حب في الأرض يتعبوا ويجوا يخدموه. صناع الأثار بها أحياء يتحدثون. ليالي ثلاثة ليالي رابحين لهم ثلاثة هوايش. شكون هذوما؟ وجعتي لوين؟ أيوا. فيهم بومدي. أيوا. بيتين ثلاثة ليالي هني. الماكلة والعوم والقهوة والتاي تيب في السطل برا كذا. والكسرة زشكار تاع البيت. تاع سنين. قادة الثورة من هنا مروا. القيادات الثورية كل جت لهذه المنطقة كلها من بعد الأواري جاهز أنا لنا الأواري وغير الأواري جت ياسر ما مساء القيادة تاع الثورة لهذه المنطقة كانت خون قتون مع توتيين تاع المنبع تاع جبل التحرير. وبعد الاستقلال؟ بعد الاستقلال ألي فلاشان ألي بعد الاستقلال واحد ما دار بها. لا طل وبن لا طل المي لا طل ما حتى اندثر المستدمر وولى. لكن مسؤول ومنتخب ما بعد الاستقلال على هذا الشموخ تخلى.